تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح الصحة وصباح التفاؤل وصباح السعادة. ويومكم إن شاء الله مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما الشعور بالسعادة مستمعينا والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأيضا أرحب بالأخت آمنة آل علي. صباح الخير. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح النور والسرور. يا مرحبا بك اختي آمنة، ونورتي اليوم، رجوعك للإذاعة والكل طبعا يعني مشتاق لك. اهلا فيك، مشكور. الله يبارك فيك. وايضا انا محدثكم عبد الله جمعة، ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الاعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الارقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض وياكم مستمعين الاعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، و أول فقرة هي فقرة الأخبار، واليوم عندنا موضوع عن حرقان العين لأكثر من 3 أيام تستدعي استشارة الطبيب. تفاصيل هذا الخبر إن شاء الله بيكون مع الأخت آمنة آل علي. فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا مثل ما عودناكم دائما بتكون معنا الأخت الزميلة أسماء الجناحي. وفقرة التغذية اليوم تحت عنوان التغذية وتلبك المعدة، وبتكون معنا الأستاذة عفرة إبراهيم، وبتعرفنا أكثر عن التلبك المعوي وأيضا الأسباب وأعراض التلبك المعوي ومضاعفاته وأيضا كيفية العلاج. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وموضوعنا اليوم الرئيسي الفحص الوطني السنوي، وبيكون معنا الدكتور مهدي العبودي أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. نرجع إلى فقرة الأخبار اليوم آمنة، وحرقان العين لأكثر من 3 أيام عفوا تستدعي استشارة الطبيب. طبعا أخوي عبدالله، قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير ويستدعي استشارة الطبيب. وأوضحت الرابطة أن حرقان العين غالبا ما يرجع إلى إجهاد العين بسبب الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لمدة طويلة مثلا، أو دخول شيء غريب في العين مثل كمية من الشامبو أثناء الاستحمام أو ماء حمام السباحة المحتوي على الكلور. كما قد يرجع جفاف العين بسبب ارتداء العدسات اللاصقة مثلا، أو الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار المنزلي، أو شعر الحيوانات، أو تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، أو المسكنات أو المواد الفعالة ذات الصلة بفيتامين A. وقد يشير جفاف العين إلى بعض الأمراض مثل التهاب ملتحمة العين أو التهاب القرنية. وشددت الرابطة الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الحرقان لعدة أيام مع الشعور بحساسية شديدة تجاه الضوء أو آلام بالعين، أو في حالة نزول إفرازات صفراء اللون من العين. نعم. طبعا اختي آمنة، ننتقل من فقرة الأخبار إلى فقرة السوشيال ميديا، ودائما مع مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. اختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. وشو بتخبرين اليوم اختي آمنة عفوا أسماء عن مستجدات السوشيال ميديا؟ تقريبا الأشياء اللي في قنوات التواصل الاجتماعي اللي كنا حاطينها خلال الفترة الماضية هي مجموعة من الأمور، لكن نحب بس أن نوضح للجميع أن طرق أخذ المواعيد الخاصة بتطعيم كوفيد 19 ممكن أنهم يتصلون
B80342 واختيار خيار تطعيمات كوفيد، ومن ثم مواعيد كوفيد، ومن ثم اختيار نوع التطعيم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نأكد عليها أن جميع المراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي هي فقط من خلال نظام المواعيد. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، وهي النصائح عند الخروج الأطفال من المنزل أو الخروج العائلات من المنزل. وايد مهم أن نحن يعني نثقف عيالنا بأهمية أو كيف أخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية، ونشرح لهم الأسباب، لأن هذا اللي راح يخليهم من نفسهم يتخذون إجراءات الاحترازية بدون ما أن الأهالي يكونون فوق راسهم كل شوية. فمن ضمن الأشياء اللي جدا مهمة أن عيالنا لازم يعرفون أن نحن التباعد الجسدي مهم، وأيضا عدم مشاركة الأغراض مع الآخرين، خصوصا الأشخاص اللي ما يكونوا من ضمن نفس البيت. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها 5 أشياء لا تتفعلها في المناسبات، يعني جدا مهم. إذا واحد حس أنه عنده أعراض مرضية ما يروح لأي مناسبة، تجنب مثل اللمس والمصافحة والعناق. وأيضا إذا كان الشخص يعني من كبار السن أو عندهم أمراض مزمنة، الأفضل أنهم ما يروحوا في المناسبات الاجتماعية هاي. يعني هاي من ضمن الأشياء اللي جدا مهم أن الواحد يعرفها خلال زيارات المنزلية أو المناسبات الاجتماعية. أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي نحن مركز سالم الذكي، وهو يعتبر الأول من نوعه محليا وعالميا لخدمات فحص اللياقة الطبية، هو الآن مرشح أو من ضمن المشاريع المرشحة للفوز بأفضل مبادرة في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. ونتمنى من الأشخاص يعني اللي يعني جربوا الخدمة وحبوا الخدمة أن يصوتون لها للمركز. أيضا نحب نأكد على أهمية يعني أن يعني حتى في أماكن العمل لبس الكمامة جدا مهم. أيضا المسافة الآمنة بينه وبين الآخرين أيضا مهمة. ما نقول للناس أن يعني لا تعيشون حياتكم في تستانسون، لكن ممكن نحن نستانس بدو يعني ونحن ماخذين إجراءات احترازية بدون ما نضر نفسنا ولا نضر الآخرين. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة إن شاء الله. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. وقبل أن أخذ الفاصل مستمعين الأعزاء، أيضا نحب أن نذكركم بمراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي مع الأخت آمنة العلي. نعم طبعا أخوي عبدالله، مراكز الرعاية الصحية الأولية واللي هي مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، ومركز السيلي، وكذلك مجلس الراشدية، ومجلس مينا جميرة واحد. وكذلك كل هذه المراكز الصحية أخوي عبدالله تتطلب حجز موعد مسبق لأخذ طبعا لعمل فحص كوفيد 19. فلذلك إحنا نتمنى من المستمعين إنهم يتصلون على 800-342 لأخذ موعد سواء للقاح أو لفحص كوفيد 19. نعم، ننتقل عيال مستمعين الأعزاء إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة التغذية لليوم، واليوم تحت عنوان التغذية وتلبك المعدة، وبتكون معانا اليوم الأستاذة عفرة إبراهيم أخصائية تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي. خلكم معانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. أختي آمنة، ننتقل إلى فقرة التغذية واليوم تحت عنوان التغذية وتلبك المعدة.
طبعا أخوي عبد الله، تلبك المعدة من المشاكل الصحية اللي يعاني منها الكثير من الناس نتيجة لعدد من الأسباب المتعلقة بالعادات الغذائية الخاطئة أو غيرها من الأسباب الأخرى. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة عفرة بن كتة، أخصائي التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عفرة. ننتظر بس نحصل الخط مع الأخت أو الأستاذة عفرة بن كتة. واليوم مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت آمنة آل علي، بأن حديثنا مع الأستاذة عفرة عن التغذية وتلبك المعدة. طبعا تلبك المعدة من المشاكل اللي بنتعرف عليها أكثر مع الأستاذة عفرة بن كتة. صباح الخير أستاذة عفرة. صباح الصحة والسرور على مستمعينا اليوم، وإن شاء الله نقدم لهم اليوم معلومات مفيدة لصحتهم إن شاء الله. أستاذة عفرة، أولا في البداية الكلمة شوي تلبك المعوي أو تلبك المعدة، نبغى المستمعين اليوم يعرفون شو يعني أو شو تعني هذه الكلمة. نعم، في العموم عسر الهضم أو ما يسمى بالتلبك المعوي هي مشكلة متعلقة بالعادات الغذائية الخاطئة أو المشكلة الصحية، سواء كانت بالجهاز الهضمي أو غيره. وقد تكون هذه الأعراض المصاحبة في العسر الهضم إما تكون حادة متوسطة أو خفيفة. إحنا كيف نعرف إن عندنا أصلاً تلبك معوي؟ ما هو التلبك المعوي؟ بحيث إنه يكون عندنا مثلاً انتفاخ في البطن، إمساك أو إسهال، فأنا عارف إن عندي تلبك معوي. الغازات، آلام البطن، الشعور بالغثيان والقي، الحرقة، فقدان الشهية، هاي كلها من أعراض أن الشخص يستدل أن عنده عسر هضم أو تلبك معوي. نعم، وطبعاً إذا يعني شعر هذا الشخص بأن لديه مثل ما قلتي تلبك معوي، كيف بتكون مضاعفات هذا الشيء؟ هل له مضاعفات في المستقبل بعد ما عرفنا شو هي أعراضه تقريباً؟ إيه؟ بالنسبة لمضاعفات إحنا قلنا فقدان الشهية، وبالتالي فقدان الشهية يؤدي إلى فقدان الوزن. يعني أنا إذا فقدت الوزن ممكن أوصل لمرحلة مثلا ما يتم عمليات الامتصاص الجيدة للمعادن والمعادن والفيتامينات اللي يحتاجها الجسم. ممكن هذا الشخص يكون وزنه طبيعي، وإذا نزل وزنه أكثر يكون معدل وزن أقل من الطبيعي. إذا استثنين الناس اللي عندهم كتلة وزن زايد، لا، الناس اللي وزنهم طبيعي ممكن ينزلون تحت الطبيعي، فإحنا شيء سوء حالتهم أكثر التغذوية، فلازم يعني تنحل مشكلتهم. وطبعا لهذا يعني عشان نحل مثلا التلبك المعوي أو مثل ما قلتي عسر الهضم، أكيد هناك أغذية معينة أو طريقة معينة لعلاج هذا الموضوع. طيب عسر الهضم هناك عدة أسباب، إحنا لازم نعرف الأسباب عشان نقدر نعالج أو نواجه مشكلة عسر الهضم ونحلها بالطريقة الصحيحة. من أسباب عسر الهضم هم ثلاث أسباب، إما تكون العادات الغذائية الخاطئة وبنذكر أسبابها، إما تكون مشكلات صحية ورح نذكر أسبابها، أو ممكن عبارة عن مشاكل أخرى مرتبطة تؤدي إلى عسر الهضم. فلي من ناحية العادات الغذائية الخاطئة اللي تسبب عسر الهضم، منها شو؟ عدم المضغ الجيد للطعام، تناول الطعام سريعا، شرب الماء البارد أو العصير البارد في نفس الوقت مع الوجبة الساخنة، تناول كميات كبيرة من الطعام في الوجبة الوحدة. يعني تلاقين أن وجبة الغداء كبيرة أو وجبة العشاء كبيرة، فيتم طول بعد ما يتناول هاي الوجبة تحسين أنه عنده تخمة وانتفاخ في البطن وما إلى ذلك. تناول الوجبات الدسمة اللي هي المقالي وكذا بعد تؤدي لعسر الهضم. الحساسية لبعض أنواع من الأطعمة، خصوصا الناس اللي عندهم عدم تحمل سكر الحليب، فهذين يصير عندهم اضطرابات. الناس اللي عندهم حساسية من البقوليات، عندهم حساسية نوع من البروتينات الخاصة باللحوم، هاي بعد كذلك تظهر عليهم أعراض عسر الهضم. فإحنا هذه بالنسبة لأسباب العادات الغذائية الخاطئة اللي ممكن أنا أسويها وتسبب لي هذا العرض. بالإضافة إلى المشكلات الصحية ممكن تؤدي، منها القرحة قد تؤدي إلى عسر الهضم، التهابات الأمعاء في المعدة، سرطانات الجهاز الهضمي، التهاب البنكرياس، أمراض القولون العصبي، عشان كذا لازم الشخص وايد يسوي كنترول لأعصابه وقت الوجبات، جراحات الأمعاء والمعدة، أمراض الغدة الدرقية. وفي أسباب ثانية مثل تناول المسكنات والاسترويدات حسب مشاكل الصحية، المضادات الحيوية، أدوية الغدة الدرقية.
كذلك تناول كميات من الكحول، الإفراط في التدخين والإجهاد والتعب، هذه كلها تؤدي في النهاية إلى عسر في الهضم. إذا أنا عرفت السبب أنا ممكن أدارك بعلاج المناسب. نعم، فحين عقب ما عرفنا مثل ما قلتي الأسباب أستاذة عفرة، أكيد هناك علاج لهذه الأعراض اللي ذكرتيها والأسباب اللي ذكرتيها للتو. إي نعم، إحنا بنقول إحنا ما بنقول علاج مباشر، إحنا بنقول وقاية وتخفيف أعراض، وقاية وتخفيف أعراض عن طريق ثلاث أشياء. أول شيء، أول الابتعاد عن الأدوية المسببة لعسر الهضم. لازم أنا أعرف شو ما أخذ من الأدوية واستبدالها بالأدوية الخاصة لحل المشكلة إن وجدت. يعني إذا أنا أخذ مثل عندنا الإسبرين، عندنا إحنا قلنا الإسبرين، عندنا مضادات الحيوية وغيرها، كلها تسبب عسر في الهضم. فإذا أنا عرفت هذه الأشياء ووقفت عنها واستبدلتها عن طريق استشارة الدكتور بأدوية تساعد الجهاز الهضمي على تحسين عملية الهضم والامتصاص، فهذا جيد جدا لي أنا تحسين حالة. تناول المكملات الغذائية والعشبية المساعدة لتحسين عملية الهضم، منها مثلا عندك البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة، سواء عبارة هذه البروبيوتيك احنا ناخذها على شكل بودرة نحطها في الماء او في مثل عصير او منتجات الألبان، أو تكون جاهزة في منتجات الألبان مثل الروب والزبادي، هالأشياء تكون موجودة اللي يسمونها البكتيريا النافعة. كذلك عند مثلا شرب شاي الريحان، معروف عنه أنه طارد للغازات، شرب شاي المستكة أو شاي الزنجبيل، هذا تقليل مشكلة أحماض المعدة العالية اللي عندهم حموضة المعدة عالية، فهذا زين لهم. عندك اللي يشربون شاي النعناع أو شاي البابونج أو شاي عرق السوس، تعمل على تهدئة عضلة الجهاز هذا، فما يحس بالحركة القوية بحيث تسبب له هذا النوع من التلبك. صحيح. كذلك عندنا اتباع نمط غذائي وأسلوب حياة صحي. كيف؟ يعني أنا لازم أمارس الرياضة لتسهيل عملية الهضم، تكون عملية هضمي جدا سريعة، الأكل اللي آكل ينهضم جيدا، والتفريغ المعدة يكون سريع. الحفاظ على الوزن الصحي المناسب، دائما الوزن العالي يؤثر على الجهاز الهضمي. تجنب التدخين والكحول والإكثار من المواد الكافيين لأن هاي كلها مثيرات للمعدة أو الجهاز الهضمي. شرب الماء لتسهيل عمليات الهضم، احنا عارفين أن الماء هو سر الحياة، الماء هو اللي يدخل في كل عمليات الميتابوليزم الخاصة في الجسم، فيسهل كل العمليات الموجودة في الجسم. صحيح. تقليل تناول الأغذية الدسمة وعالية السكر والحارة مثل السبايسي يعني، والشوربات الغازية، مضغ الطعام جيدا، تناول وجبات صغيرة خلال اليوم، يعني من 4 إلى 6 وجبات في اليوم، تكون مثلا وجبة الفطور بسيطة، وجبة الغداء بسيطة، وجبة العشاء بسيطة، بالإضافة للفوالة. يعني مثلا الضحى في الدوام أخذ فوالة، المغرب أخذ فوالة، قبل ما أنام فوالتي اللي هي مثلا إما علبة زبادي بالبروبايوتيك أو مثلا نوع من أنواع الفواكه، هاي قصدنا وجبات بسيطة. أنا تحرج بتقولين فوالة يعني استاذة عفرة في الدوام. لا، الفوالة الفوالة اللي هي يسمونها سناك، عشان يطلع من الزبادي. نعم. إحنا نقول عنها فوالة وهم يسمونها سناك، يعني شيء بسيط، يعني حبة فاكهة، حبة بسكوتة، شوكليت بسيط، هاي يسمونها فوالة يعني. صحيح. كيف؟ في النهاية يعتمد على الحجم أو الحجم اللي أنا باكله، القطعة اللي أنا باكلها لازم تكون قطعة بسيطة. يقول لك عشان يقول لك وجبات صغيرة، يعني الفطور بسيط، الفوالة بسيطة. بعد في شيء وايد وايد مهم عندنا اللي هو التحكم في الإجهاد النفسي وممارسة تقنيات الاسترخاء. إحنا قلنا من أسباب عسر الهضم اللي هو القولون العصبي، قولون العصبي مرتبط بالأعصاب، فدائما الشخص لما يكون تنشن مثلا يالك على الفطور وهو تنشن أعصابه يعني، أو على الغداء أو على العشاء، فهي سبب لي تلبك معوي. صحيح. فإحنا نقول لازم يمارس تقنيات الاسترخاء، من تقنيات الاسترخاء مثل الرياضة، اليوغا، حد يحبون الرقص، حد يحبون التنويم المغناطيسي، حد يحب التأمل العميق في البحر في البر وما إلى ذلك، هاي كلها تخفف نوع الإجهاد النفسي الموجود عند الأشخاص. صحيح.
وطبعا أستاذة عفرة يعني شملتي الموضوع من جميع النواحي، مثل ما ذكرنا طبعا أن هذه المشاكل الصحية مثل التلبك المعوي تحتاج منا أيضا نحن جهد، اللي هو الجهد أن الإنسان يبذل أيضا جهد ليحد من هاي المشاكل، مثل الرياضة، مثل التأمل، ومثل طبعا مثل ما ذكرتي أي نوع من أنواع الرياضة اللي ممكن يخفف الضغط النفسي اللي يمر فيه الشخص خلال اليوم. وطبعا بعد ما عرفنا هاي المعلومات كلها عن التلبك المعوي، نبي نسمع منك نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين في هذا الخصوص. أهم شيء عشان إنسان ينجز كل هذه القائمة من النصائح، أهم شيء ركز على النفسية. كيف أنا أروض نفسي، وكيف أنا أستخدم التقنية الخاصة فيه للإسترخاء، وبعدها هذا هاي كلها النصائح راح أتبعها بكل سهولة، وراح تكون نمط من أنماط حياتي الصحي. لو أنا عملت عملية استرخاء لنفسيتي لأعصابي، راح أتبع هاي الأشياء كلها بسهولة. فالنفسية كثير مهمة في توجيه الأشخاص. نعم، مثل ما ذكرتي هاي مثل ما نقول تكون النصيحة الجوهرية أستاذة عفرة، أن كل شخص يعرف شو هي الطريقة اللي ممكن أن يعني أو شو هو الشيء اللي يخليه يسترخي عسب ما يصاب بهذه الأنواع من مثل ما نقول المشاكل الصحية، ما بنقول أمراض. صحيح، لأن الشخص لما تكون نفسيته عنده استرخاء ومطمئنة، يركز في أفكاره، يعرف كيف يخطط حياته صح، يعرف شو اللي في صالحه وشو اللي في ضد صحته. فدائما التركيز أي من طمأنينة البال، من السكينة في العقل، من الراحة، من الاسترخاء، يقدر يخطط حياته بشكل صحيح. نعم، وطبعا شاكرين لك أستاذة عفرة بنكت أخصائية تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي معلوماتك اليوم القيمة، وشاكرين لك أيضا أهم معلومة ذكرتيها أن علينا دائما أن نفكر في البداية في طريقة الاسترخاء وطريقنا إلى الصحة النفسية. شكرا لك أستاذة عفرة. العفو المستمعين. صراحة اليوم اختيامنا موضوع التلبك المعدة استفدتنا شخصيا يعني معلومات كثيرة، لأن فعلا يعني يحتاج المستمعين الأعزاء أن الشخص يكون عنده ثقافة ودراية كاملة بخصوص كل اللي ذكرته الأستاذة عفرة. لابد أن نعرف نحن متى الوقت المناسب اللي ناكل فيه الوجبات الصحية، وكيف أيضا تكون الوجبة الصحية هاي متوازنة، والوقت المناسب اللي نحن مفروض ناخذ الوجبة هاي بشكل أنه على أساس أنه ما تبدأ عندنا وتستوي عندنا المضاعفات، ومن سببها أو من أهم الأشياء اللي ممكن ترتب عليها مشكلة عسر الهضم وتلبك المعدة وما شابه ذلك اللي ذكرت فيه الأستاذة عفرة بن كت. عندك شيء تبين تضيفينه آمنة في الموضوع؟ لا أخوي عبد الله، بس ننصح المستمعين مثل ما قالت الأستاذة عفرة أنهم إذا حسوا بهذه الأعراض أنهم يشربون شاي ريحان، شاي النعناع، شاي البابونة، هاي يعني أصلاً أنواع الشاي هاي تساعد على الاسترخاء والتأمل. نتمنى يخصصون لهم وقت في اليوم أنهم يشربون الشاي على مثل ما يقولون على روقان، ويتأملون ويأخذون لهم قسط من الراحة ولو لعشر دقائق. واللي أيضا اللي عجبني في الموضوع أن الجانب النفسي آمن بعد أيضا يأثر، يعني الإنسان مرتبط. إذا الشخص عنده توتر يعني نفسي أو اضطراب نفسي، فمفروض أنه يوم بينتقل يعني على الوجبة لابد أن يكون يعني نفسيته مريحة. يعني على أساس أيضا ذكرت شيء مهم، قالت يعني يوم تأكلون الوجبات أنه ما يكون الشخص منفعل وهو يأكل. صحيح. وسبحان الله، يمكن هاي أشياء اللي حين ما ننتبه عليها. نعم. فنتمنى من الجميع في هذا الصباح الاسترخاء أثناء تناول الوجبات، وأنهم يخصصونهم وقت لنفسهم. نعم، ممتاز. يلا ناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، وبننتقل بعد الفاصل عندنا فقرتنا الأخيرة، بتكون فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم أيضا عندنا موضوع وايد مهم بنتكلم فيه عن الفحص الوطني السنوي. فكرة عامة بناخذ عن هذا الفحص الوطني السنوي، وبيكون معنا ضيف اليوم عبر الهاتف الدكتور مهدي العبودي، أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم وخدمات هيئة الصحة بدبي تحت عنوان الفحص الوطني السنوي. طبعا يعد الكشف المبكر عن الأمراض من الوسائل المهمة لتأكد عليها الجهات الصحية المختلفة لتجنب المضاعفات السلبية للمرض، ومن هنا تأتي أهمية خدمة الفحص الوطني السنوي اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي لأفراد المجتمع المحلي، واللي سنتعرف عليها من خلال طبعا فقرتنا لليوم مع الدكتور مهدي العبودي أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور مهدي. صباح النور. أهلا فيك دكتور. دكتور اليوم حابين نعرف منك يعني فكرة عامة عن الفحص الوطني السنوي. أولا أشكركم على الاستضافة وعلى تثقيف الناس، وعمل الجبار اللي تسوونه في تثقيف الناس في أمور الصحة والأمور الطبية بشكل عام. عجبنا دكتور. الفحص الوطني السنوي عبارة عن خدمة يعني قدمها هيئة الصحة في دبي من تقريبا 3-4 سنين، وهي عبارة عن عدة فحوصات مع بعض الأسئلة المتعلقة بالتاريخ الطبي، مع بعض اللي هو الأسئلة المتعلقة أسئلة خاصة المتعلقة بالشخص بالمراجع نفسه، وبناء على هذه الفحوصات نحن نقوم بتوجيه المراجع مثلا يا انه هو يراجع مثلا نحوله الى العيادات المختصه، او مثلا اللي نقول له ان الامور طيبه الحمد لله ويراجعنا بعد سنه لاجراء الفحص مره ثانيه. نعم طبعا دكتور، شو هي الامراض اللي ممكن الكشف عنها من خلال خدمه الفحص الوطني فيما يتعلق بجانب مثلا الرجال اذا قاموا بهذا الفحص؟ شو الامراض اللي ممكن يتم الكشف عنها؟ هو اولا لما احنا نبدا بموضوع الفحص الوطني هذا، في عده اشياء تكون مشتركه بين الرجال والنساء، منها احنا ناخذ مثلا ضغط الدم، الطول، الوزن، الحالة العامة للشخص، الحالة الصحية للشخص، وتكون في بعض الأسئلة اللي هي تتعلق بالصحة النفسية، وأسئلة تتعلق بالتاريخ المرضي مثلا كأمراض القلب إذا كانت موجودة في العائلة أو لا، أمراض السرطانات إذا كانت موجودة في العائلة أو لا. وفي الأسبوع الأيام اللي طافت كان عندنا اليوم العالمي للسرطان، وتكلموا كثير عن موضوع اللي هو الكشف المبكر للسرطان. فنحن من الأشياء المهمة جدا في موضوع الكشف المبكر عن السرطان اللي هو نحن نسأل عن التاريخ العائلي للسرطان نفسه سواء كانوا الرجال أو النساء. طبعا لما نوصل إلى أمراض الخاصة بالرجال في موضوع السرطانات وكذا، نحن نركز على اللي هو سرطان القولون، وإذا كان عنده أي مثلا تاريخ عائلي من ناحية سرطان البروستات بعد نحن نقوم نحن نفحص موضوع سرطان البروستات. نعم بأي طريقة. نعم الدكتور مهدي، طبعا أكيد هناك بروتوكول معين وأيضا يعني معايير معينة لاختيار الشخص. حابين نعرف أكثر دكتور، إذا كان شخص عادي مثلا كيف بيعرف إذا هو يحتاج إنه يسوي هذا الفحص اللي هو الفحص السنوي؟ هل ممكن طبيب العائلة يحول الشخص هذا للبرنامج هذا، ولا إنه مثلا أي واحد يقدر يطلب إنه يتم عمل الفحص السنوي له على أساس إنه يتأكد إنه ما عنده مشكلة معينة؟ ومثل ما تفضلت يعني إذا كان عنده مشكلة وراثية في العائلة سببها ممكن يكون يعني فشل كلوي إذا كان يعني منتشر في العائلة، أو السكري من الأمراض اللي منتشرة دائما، أو حتى ارتفاع ضغط الدم. هو أي شخص العيادة نحن طبعا كخدمات نقدمها كأطباء صحة أولية أو أطباء الأسرة، وأي شخص عادة يجون يطلبون فحوصات سنوية. طبعا إذا الشخص اللي يراجع العيادة ما يطلب الفحص السنوي نحن نعرض عليه الخدمة هذه نفسها.
الشرط اللي يكون الشخص فوق 18 سنة فما فوق صحيح. فنحن إذا الشخص يراجع عندنا العيادة سواء هو طلب الفحص السنوي أو سواء نحن عرضنا عليه يكون عمره 18 سنة فما فوق وما عمل أي فحوصات سنوية في السنة اللي طافت، هاي الخدمة نحن نقدمها مرة في السنة حسب مثلا التوجيهات العالمية والإجراءات وكذا وهذا. فلما يراجعنا ونشوف نعرض عليه طبعا الضغط والحرارة وكل هاي الأمور الوزن هذا بشكل دائم، أي مريض أي مراجع يراجع العيادة لازم نحن ناخذ هذه البيانات قبل ما يدخل على الطبيب. لما يدخل على الطبيب هذه تكون موجودة، إذا لاحظ الطول مناسب للوزن مناسب للطول، ضغط الدم مو مرتفع، إذا كان مرتفع نحاول نشوف من متى هو ضغط الدم ارتفع عنده بشكل قريب بشكل سابق، ياخذ أدوية بالنسبة للضغط أم لا، شو سبب مثلا زيادة الوزن عنده، إذا كان مثلا حاول تخفيف وزنه ما حاول يتخفف الوزن، ونشوف التاريخ المرض اللي الشخص نفسه اللي كان يعاني من السكر ويعاني من أي أمراض ثانية مثل ما تفضلت اللي هو تاريخ العائلة إذا في حد العائلة عنده مرض معين أو لا صحيح. وحسب مثلا إذا كان مثلا أحد في العائلة يعاني من أمراض القلب والسكر والشخص اللي راجعنا وزنه زايد وضغطه مرتفع، وهذا يعطينا في هناك مثل حسبة نحسب في البرنامج نفسه إن هذا الشخص يعاني من نسبة 25% 50% إنه يعاني من الضغط السكر في السنوات الخمس الجاية أو السنوات العشر الجاية معرض بشكل أكبر. ممتاز. فبهاي الحالة نحن نبدأ نحن نوجهه نقول بما أنك أنت كذا 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 يفضل مثلا تبدأ تعمل شوية تغييرات في نمط الحياة، زيادة في الحركة، تغيير في طبيعة أكل الأكل للشخص، الانتباه أكثر، هل تبدأ تحتاج تبدأ تأخذ مثلا علاج معين الحين حسب تتجنب المضاعفات في المستقبل أم لا، ونحدد له موعد معين مثلا تاريخ مدة زمنية نقول له لا نحن نبغى نشوفك مثلا بعد 3 شهور بعد 6 شهور ونشوف تطبيقك لهذه التغييرات أو لهذه مثلا الإجراءات الجديدة نمط الحياة. نحن نحب نركز على شيء اسمه نمط حياة وليس حمية غذائية ولا رياضة، تغييرات في نمط الحياة أو العادات اليومية الغذائية والعادات الرياضية. صحيح دكتور مهدي الحقيقة. نعم تفضل دكتور تفضل. تفضل. أنا قصدي يعني كلامك جميل جدا الحقيقة، لأن فعلا يعني نحن اليوم نحتاج بسبب الظروف الحالية وأيضا يعني الوضع الحالي والتغييرات اللي ياسي تستوي، فأكيد هذا يعكس على تغيير نمط حياة الإنسان في حياته والسلوكيات اللي يتبعها يعني يتابعها في حياته سواء كانت سلوكيات مثلا التغذية أو نمط الحياة الرياضي، فأكيد هذا كله يأثر على صحة الإنسان بشكل عام. دكتور بناخذ سؤال آمنة وعقب أنا برجع بتكلم معاك عن مؤشرات الأداء اللي انتو تقيسونها بخصوص الفحوصات هاي. تفضلي يا امنه. نعم طبعا دكتور، انا عندي استفسار اللي هو استفسار يمكن يكون المستمعين بشكل عام، هل الفحص اذا كان موجود في هيئه الصحه في دبي وين ممكن يحصلون على الفحص الوطني السنوي؟ فحص الوطني السنوي متوفر في جميع المراكز الصحيه الاوليه في دبي، إضافة إلى ذلك إذا الشخص مثلاً يبغى يقدم على الطلب عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن، فيأخذ يتصل على الرقم مركز الاتصال اللي هو 800-342 يأخذ موعد مع المركز الصحي أو يأخذ موعد مع خدمة طبيب لكل مواطن اللي هي خدمة هاتفية مرئية في نفس الوقت. نعم. على الموعد يطلب الخدمة هذه من الطبيب، والطبيب إن شاء الله ما يقصر معه. نعم يعني مثل ما ذكرنا الموضوع جدا سهل دكتور مهدي. نعم موضوع بسيط، مجرد يتوجه لأقرب مركز صحي من في إمارة دبي ويقدر يطلب هذا الفحص من الطبيب وسيتم عمل الفحوصات اللازمة له. نعم
نعم دكتور، أنا أحب أني أعرف أكثر، لأنه في العادة بأن الشخص يعني مثلا خلنا ناخذ السيناريو، إذا أنا جيت عندك الدكتور مهدي اليوم وأشتكي من شيء معين، الروتين أنك أنت بتطلب لي الفحوصات الدم العادية اللي هي فحص الدم، الكوليسترول، الحديد، الفيتامينات، الأمور هاي العادية اللي بعضها تطلع النتائج خلال يعني ساعات وبعضها تتأخر 48 ساعة إذا كان طلب الطبيب إلى يعني فحوصات اللي تحتاج الدم إلى زراعة وما شابه ذلك. حاب دكتور أنك توضح للمستمعين أكثر شو الفحوصات اللي زيادة أنتوا تطلبونها بحيث أنها تكون في برنامج الفحص الوطني للشخص اللي تم من خلالها يعني فحوصات إضافية، بحيث أن الشخص يعرف أن أنا اليوم مثلا بتجه إلى مركز، خلنا نقول على سبيل المثال ند الحمر، وبطلب من الطبيب اللي هو طبيب العائلة أن أدخل في برنامج الفحص الوطني السنوي. ما هي الفحوصات اللي تشمل في هذا البرنامج دكتور؟ هي بشكل عام هي فحص، نحن نركز على موضوع الهيموغلوبين طبعا، نقول عارف إذا الشخص يعاني من فقر دم أو لا، وفي نفس الوقت يشوف موضوع السكر، الكلى والكبد والدهون والكوليسترول. هاي الفحوصات يعني الأهم. صحيح. طبعا في فحوصات ثانية نحن ممكن نطلبها إضافة بناء على التاريخ الطبي للمراجع. أي المراجع يقول أنا عندي مثلا في العائلة ناس كثار عندهم مشاكل في الغدة الدرقية وأنا عندي الأعراض الفلانية كذا وكذا، فنحن ممكن في هاي الحالة نضيف فحص الغدة الدرقية. إذا الشخص يقول نحن نعاني في العائلة كثير من نقص في فيتامين دال، وأنا صار لي فترة طويلة أخذ فيتامين دال ودائما يصير عندي نقصة، فممكن نحن نضيف فحص فيتامين دال في هذه الحالة في نفس الوقت. نعم. وبناء على عمر الشخص، إذا كان عمر المراجع سواء كان رجل أو مرأة فوق 40 سنة، نحن نضيف لهم له فحص سرطان القولون. نعم. حسب البروتوكول عندنا. وإذا كانت مرأة بعد نحن ممكن نضيف فحص للكشف عن سرطان الثدي إلى دون أشعة خاصة كذا، هاي بالنسبة للمرأة. فهني نحن نشوف إذا كان بين 18 إلى 40 فحوصات مشتركة إضافة إلى فحوصات أخرى حسب التاريخ المرضي، فوق 40 نضيف فحص اللي هو الكشف عن السرطانات للرجال والنساء كلن حسب اللي هو البروتوكول اللي عندنا وهذا. نعم. فبعد ما يعمل الفحوصات نحن ممكن نطلب من الشخص المراجع يعني راجعنا من بعد خلينا نقول 4-5 أيام أو أسبوع، يقول لي أسبوع يرجع ونشوف النتائج ونشوف نتناقش، تكون عندنا جلسة طويلة ونكون شرح مفصل مع إعطاء شيء أفضل الخطط وأفضل التغييرات اللي الشخص لازم يقوم بها في حياته، أو إذا يحتاج إلى التحويل إلى أي مركز إلى أي أخصائي مثلا حسب الفحص مثل أخصائي القلب، أخصائي السكر، أخصائي السرطانات، ما إلى ذلك وكذا. طبعا إذا الشخص مثلا مشغول ما يقدر يراجع أو يخاف يراجع، خاصة في الفترة الأخيرة مع الوباء اللي عندنا وكذا، ممكن كبار السن ممكن يقول أنا عندي أمراض مزمنة ما أبغي راجع، دائما يقدر هو يأخذ موعد مع خدمة الطبيب لكل مواطن، والطبيب أو الطبيبة يقومون بشرح النتائج، وإذا يحتاجون أي أدوية أو أي شيء ممكن حتى يطلبون الأدوية، وإذا صحيح. كان الشخص ساكن في دبي ممكن حتى يوصلون للأدوية للبيت. صحيح. دكتور مهدي، عندنا سؤال عن طريق الرسائل النصية، صاحب الرقم اللي 857 يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوي، بغيتك تسأل الدكتور ليش ما تكون الفحوصات كل شهرين بالكثير، لا كل شهرين، ليش كل 4 شهور أو 6 شهور؟ يقصد الدكتور الفحص يمكن اللي نتكلم عنه اللي هو الفحص الوطني السنوي. هو الفحص الوطني السنوي نحن نقوم فيه مرة بالسنة، لأنها حسب البروتوكولات العالمية. بالعكس يعني أنت لو نحن نشوف مثلا لفحص الدهون، نحن في حسب الفحص السنوي نحن قاعدين نطلبه بشكل سنوي تقريبا. صحيح. أما إذا تروح مثلا لبعض الدول الأخرى وحسب كل دولة لها البروتوكول عندهم، حسب نتائج الفحص عندك ممكن يطلبون لك الفحص كل 3 سنوات أو كل 2 أو كل 5 سنين ممكن. صحيح. فهم هناك كل دولة حسب البروتوكول عندهم. صحيح. نتائج بعض الفحوصات اللي نحن نطلبها إذا كانت طبيعية فما في أي داعي أو ضرورة أن نحن نعيد الفحص كل 3 شهور أو كل 6 شهور، لأن خلال هاي الفترة من النادر جدا أن تصير
تغييرات في النتائج أو تغييرات في هذا، إلا إذا كان الشخص يعاني من مشاكل معينة يعني. ألو الدكتور مهدي، يمكن انقطع الخط مخرجنا مع الدكتور، ننتظر يرجع الدكتور مهدي معه، وبنتابع حديثنا اليوم مستمعينا الأعزاء مع الدكتور مهدي العبودي أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا اليوم معه شيق الحقيقة عن الفحص الوطني السنوي. نعم طبعا، مثل ما ذكر الدكتور أخوي عبد الله، خدمة طبيب لكل مواطن هي خدمة متوفرة في هيئة الصحة بدبي، وخدمة استقبلت الكثير من المكالمات خلال عام 2020، تفعلت بشكل كبير وذلك بسبب جائحة كوفيد-19، وكان لها الخدمة طبعا أثر إيجابي كبير على المستمعين وعلى المتعاملين عفوا، لأنهم كانوا يتعاملون مع الأطباء وجها لوجه، وخاصة كبار المواطنين اللي كانوا ما يقدرون أنهم يسيرون للمستشفى ويعني يتعنون، وطبعا الخطر أنهم يتواجدون في المراكز الصحية، فكانت هذه الخدمة جدا نافعة لكبار المواطنين وكذلك لجميع أفراد المجتمع. نعم، اختيامنا طبعا خدمة طبيب لكل مواطن من الخدمات الحيوية والخدمات اللي تم إطلاقها في أيضا في هيئة الصحة في دبي في وقت يعني صعب، في وقت أزمة كورونا، ومثل ما ذكرتي أن الخدمة ما زالت موجودة والخدمة فعالة، بإمكان مستمعينا الأعزاء أنكم تتواصلون مع خدمة طبيب لكل مواطن لكثير من الأمور. والجميل في الموضوع أيضا بأن اللي رد اختيامنا على استفسارات الناس هم استشاريين موجودين على مدار الساعة. نرجع مستمعينا الأعزاء وحديثنا مع الدكتور مهدي العبودي أخصائي طب الأسرة بهيئة صحة بدبي. مرحبا بك دكتور مرة ثانية. مرحبتين، صحونا ما أدري قطع الخط. وين ضعت الدكتور؟ دهاليز الصالات. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور، حديثك الحقيقة جميل. نحن كنا قبل يعني لا ينفصل الخط كنا نتكلم على استفسار الشخص اللي كان بعث لنا سؤال عن يعني فترة الفحص، ليش ما تكون كل 4 أشهر أو 6 أشهر، وانت تفضلت دكتور ورديت على الاستفسار هذا. دكتور انت تطرقت لنقطة كثير جميلة حقيقة، اللي هي مؤشرات الأداء. اليوم نحن فعلا نحتاج مثل هاي الأنظمة اللي موجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، والجميلة الحقيقة جدا، لأن الشخص اللي يتابع معاكم بعد فترة من الوقت بناكي بعض المؤشرات الأداء تطلع عنده في الشاشة، بحيث أنه يبين إذا الشخص هذا كان هو مقبل بأنه يصاب بمرض السكر، فيتبع معاه إجراءات معينة. إذا كان الشخص هذا من الناس اللي ممكن يصاب بأمراض ارتفاع ضغط الدم أيضا بيكون له إجراءات معينة، وعلى يعني على هذا المثل الناس اللي ممكن عندهم يعني تاريخ مرضي للفشل الكلوي أو السرطانات أو ما شابه ذلك. دكتور لو يعني ناخذ شوية تفصيل في هذا الجانب، أنتوا كيف بالإمكان أنكم يعني بإمكان أنكم تتبعون أو تتبعون هذه الفئة من الناس ويتم التواصل معهم على أساس أنه يتم يعني وضع برامج طبية أو برامج مثل ما تفضلت أن الجانب اللايف ستايل نمط الحياة مهم لهذه الفئة أكثر من البرنامج الدوائي؟ هو دائما نحن لما نيجي على في هو البرنامج اللي نحن نستعمله في الهيئة هو برنامج سلامة. نعم. هذا البرنامج مرتبط مع تطبيق هيئة الصحة ومع تطبيق ماي تشارت موجود، وممكن ينزلون التطبيقات هذه موجودة في اللي هو في الأبل ستور ولا في الجوجل ستور، فدائما الشخص نفسه هو ممكن يعني يتابع أموره، فحوصات، نتائج فحوصاته، مواعيده وكل هاي الأمور. نفس الوقت نحن لما نطلب هاي الفحوصات وكذا توصلنا نتائج الفحوصات، يعني توصلنا في البريد نفسه في البرنامج، فبشكل يومي عندنا نحن مثل بريد يقول هاي النتائج جهزت لهاي الأشخاص كذا وكذا وكذا، الموعد الشخص اللي حولناه موعد إلى عيادة فلانية، توصلنا رسالة إن الموعد قبلوا الموعد أو إذا رفض وشو سبب الرفض ووين المفروض نحن نحول المريض. صحيح. نقوم نحن نتابع الشخص هذا النتائج فحوصاته، ندخل الملف ونشوف شو صار معه وكذا وهذا.
بعدين هو الشخص نفسه ممكن يراجعنا بعد فترة حسب مثل طب أخرى. فلما نفتح الملف ماله ونشوف إنه هو هالشخص قام بالفحص السنوي، بعدين نكتب في الملف إنه كذا كذا صار وكذا مثلا عمل تغييرات وما عمل تغييرات وكذا. نعم. نفرض الشخص هذا مرت سنة على الفحص، هو ممكن ناسي عن موضوع الفحص السنوي، والطبيب ممكن ناسي. طبيب السنة تمرون عليه مئات من المراجعين يمرون عليه، النظام نفسه يعمل تذكير ان الشخص هذا صار وقت الفحص السنوي ماله. نعم. هذا صار وقت ان احنا نطلب له الفحص السنوي ونتابع معه. صحيح. طبعا هو جزء مهم من الفحص السنوي، مو فقط فحص الدم، يعني احد الفقرات اللي هي او النقاط المهمه في الفحص السنوي هو الصحه النفسيه للشخص. طبعا هذه هاي الجزئيه مهمه بحيث نحن نسال الشخص. دكتور مهدي اعذرني بس الصوت وايد يقطع، ما نسمعك عدل، اذا في يعني مجال انك تغير مكانك. لحظه. مرحبا دكتور، وايد اوضح الصوت الحين. وايد اوضح. اي نعم، جزاك الله خير. السماعه انزين دكتور. احنا عندنا اتوقع عندنا بس حسب ما يخبرني المخرج عندنا 3 دقائق متبقيه، حابين نعرف اكثر دكتور، تعطي نصائح توجهها لافراد المجتمع يعني فيما يتعلق باهميه الكشف المبكر للامراض. وتعرف دكتور انت في البدايه تكلمت انه يعني هناك دائما الكثير من المسببات إن أو الأشياء تبين للشخص إن احتمال إن هذا الشخص في المستقبل يكون مصاب بالسكر، احتمال إنه يكون مصاب بفشل كلوي، احتمال يكون مصاب بأمراض ارتفاع ضغط الدم وكثير من الأمراض. شو النصائح دكتورة تحب تعطيها في هذا المجال بشكل مختصر؟ وأفضل نصيحة، أفضل نصيحة قبل يعني هو عن الكشف المبكر هي الوقاية. نعم. الوقاية بشكل عام اللي هو أكل الصحي، الرياضة، نمط حياة صحي. نمط بالضبط، العادات الغذائية والعادات صحيح. اليومية اللي احنا نقوم بها لازم هاي تتغير، هي هذه بتسبب التغيير الأكبر في حياة الشخص. الكشف المبكر دائما اللي هو يسأل لما يراجع العيادة مثلا لأي سبب، ممكن يسأل الطبيب اللي يكون أو الطبيبة شو الخدمات اللي تقدمونها للكشف المبكر، متى احنا ممكن نبدا نعمل هالكشوفات حسب احنا بعض الامراض وكذا، واتباع احيانا مثلا الهيئه تقدم حملات كشف مبكر عن السرطان، حملات كشف مبكر عن السكر، حملات وكذا، متابعه اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي الحين الهيئه تقدم هاي الحملات. صحيح. وتابع معاها. نعم الدكتور نعم دكتور مهدي العبودي اخصائي طب الاسره بهيئه الصحه بدبي، كل الشكر والتقدير لك الحقيقه. يعني استمتعنا كثير بالحديث معك اليوم وبالاخص عن البرنامج الوطني للفحص يعني السنوي لهذا البرنامج واهميته الحقيقه. شاكرين لك ولفريق عملك المبدع، خدماتكم مميزة بشكل دائم. شكرا جزيلا لك. وسامحونا على التقطيع في الصوت. الله يبارك فيك دكتور، ما قصرت، وإن شاء الله بناخذ معاك لقاءات ثانية إن شاء الله حول هذا الموضوع بشكل أكثر. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت معلومات طبية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع اليوم معنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجين المبدعين الأستاذ نمر محمد والأستاذ أيضا سعيد المر. وشكرا جزيلا للأخت العزيزة آمنة أيضا العلي، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.